عليكم. اهلا يا عبد المنعم. انا جيت وهو ومعايا الشنطه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بص بقى حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. الف مبروك يا حبيبي. ما انا بنصركم بلا كلام فارغ. كل دي مشاريع وهميه ما فيش وراها اي فايده. اما ملكيش الحق يا سيري فعد بيه. انت دايما كده تكسري مقاديه في الولد. يا بابا اصلك ما قعدتش مع منصور كل شخصيه. ده رجل اعمال من الدرجه الاولى. ان شاء الله حتى يكون رجل اعمال من الدرجه العاشره. ايه اللي يخليه يشتغل مع واحد خايب زي جوزك؟ لا حول ولا قوه. انا مش عايز اتنرفز. مش عايز. شايفه شايفه يا دريه انا مش هتنرفز. شايفه يا ماما. ليه بقى كريمني مالها؟ معلش 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 يا بابا. احنا عايزين نحتفل بالعقد مش عايزين نزعل نفسينا ولا نتخانق. يلا يا حبيبتي يلا. ومضينا العقد مضينا العقد مضينا العقد مضينا العقد مضينا العقد. اعملوا اللي انتوا عايزينه بس اسمعوا انا بحذركم ومش بحذركم بس بحذركم وانذركم ان محدش فيكم يطلب مني مليون واحد. انا كفايه بدفع لكم في الشهر 20 جنيه. ايوه دكتور. في حد تاني من العيانين بره؟ اخر واحد كان لسه ماشي من شويه. طيب عظيم. قول يا حسام انت بتعرف تسوق؟ ايوه. هايل. اصلي يا سيدي بقى النهارده عيد ميلاد بنتي ريهام. كل سنه وهي طيبه. وانت طيب. وجبت لها هديه عربيه جديده بالمناسبه دي. واقفه قصاد باب العماره تحت. عايزينك بقى يا سيدي تسوقها لنا وتيجي معايا لحد البيت عشان اسلمها لها. لاني لو رحت لها من غيرها هتعمل لي فضايح. انا تحت امر حضرتك. اتفضل المفاتيح اهو. اتفضل. كل سنة وانت طيبة يا روح بابي. وانت طيب. فين هديتي؟ فين فين؟ هي يا ستي هو انا اقدر. ايوة كده. انت جبت التحفة ده معاك؟ وبعدين عيب ده سايقلك العربية لحد هنا. ارجوك تعمليه كويس. ده شاب مهذب وابن حلال. علشان خاطرك انت بس. عفريتك. مساء الخير. مساء النور. انت اسم حضرتك ايه؟ حسام يا فندم. اه اهلا وسهلا. ازيك يا حسام؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. اتفضل. لا معلش انا اسف اصل انا مرتبط بمعاد. وده صح برضو يا ابني تقعد معانا شويه. معلش يا دكتور فرصه تانية. طب استنى لما اخلي السواق يوصلك. خش انت بقى لاصحابك انا ماليش في دوشه الدماغ دي. يلا يا ست. باي. فرصه عيني. باي. اتفضل يا حبيبي. وادي 100 جنيه لسه قابضهم النهارده. يبقى كده المبلغ بقى كام؟ كده معانا 160 جنيه. نمسي عليكم. شويه يا نبي عدي بس عشان اخي. اخ رجلي كلو كلو يا اخي. كلو ايه؟ انت عندك كلو. بقول لك ايه؟ ممكن اعرف دول بقوا كام؟ كده 160 جنيه. 160 جنيه. حلو قوي.
وانا بمسي على اجدع ناس باربعين لحلوح. هات يا اخي لحلوح. كده يبقى المجموعه معانا 200 جنيه كويس قوي. الاستاذ القرفان ده مش ناوي يساهم باي حاجه؟ لا. ليه بقى ان شاء الله؟ انا لسه ما اشتغلتش ومش هشتغل اساسا. يا حبيبي سيبك منه، ده منوش فايده. المهم دلوقتي هنوصل الفلوس دي لبابا ازاي؟ احنا نبعت المبلغ ده لبابا بحواله في البوسطه. طب والحواله دي هنكتب فيها ايه؟ ولا حاجه، احنا نحط الحواله في الجواب وبس على كده. ازاي بس يا حسام؟ مش بابا لازم يعرف الفلوس دي جايله منين؟ طبعا، بس مش معقول هيرجع الفلوس، وحتى لو رجعها هيرجعها لمين؟ بس يبقى احنا كده استبينا، يبقى احنا من بكره الصبح نودي الفلوس دي البوسطه. بالظبط كده، وبعدين حتى لو سال هيعرف ان الفلوس دي كان مسلفها لحد وردها له. فله انت فله. ايه خير؟ اف ايه ده ايه ده ايه ده خير؟ طمني في ايه؟ ايه ده يا استاذ؟ مالك؟ اتفضل يا استاذ غير هدومك وانقع نفسك في الميه لحسن بابا لو شافك كده هتبقى مصيبه. طب اوعى ايدك بقى، اوعى ايدك. المنظر ده ايه؟ انا معفن قوي، قرفانه قوي كده، هبعصر على نفسي ليمونه قبل ما افجر. يا اخي عدي بقى، روح استحمى جتك ليله. طيب ما ادريتيش يا ناميه إيه؟ مش بابا جات له حواله ب 200 جنيه؟ معقوله؟ لا ايه من الشركات الجديده منصوركم منعوكم. مبروك يا بابا، باين على منصوركم ده راجل شاطر قوي. اهو اهو، وزي ما بيقول الشاعر، اول الغيث بوم قطره، ثم بوم ينهمر السيل. بص يا جدع اهي، 200 جنيه في 7 يوم. بيقولوا بتفرقوا فلوس، ما تزودوا المية شوية. انت مش هبيت تفتح الباب. حاضر. يا هاي هاي، هلو اهلا 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 يا اهلا يا شريك العزيز. اهلا 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 اهلا. حاولت. طب هروح اشتريها واجي. في الحقيقة انا كنت معدي قريب هنا، قلت افوت اسلم عليكم بالمرة، اطمن على اخبار الانسه رامية. الحمد لله انا كويسه. تحضرت تشرف في اي وقت. شكرا. بيتك ومطرحك يا استاذ. شكرا. اتفضل. طبعا طبعا يا بيه، ده انت صاحبه فضل كتير. العفو يا هانم. اهلا اهلا. الحقيقه منصور بيه ما تتصورش، احنا كنا بنتكلم عن سعادتك ازاي من ساعه ما وصلت الحواله. حواله؟ حوالة ايه؟ ال 200 جنيه اللي حضرتك بعتهم. الحوالة اللي حضرتك بعتهم عن طريق البريد، واللي هي باقورة إنتاج الشركة. لا لا، دي حاجة بسيطة. دي حاجة بسيطة أوي أوي زي ما أنا قلت لك يعني. بعد كده هتبص تلاقي الفلوس إيه؟ هتنزل زي المطرة. مالك يا إنسان؟ لا أبدا مفيش. مشاكل عائليه بابا؟ حاجه زي كده. شوفي، ما فيش مشكله ملهاش حل. مادموزيل لما انت لسه زعلانه مني؟ من ايه؟ يعني عشان طلبت منك ان احنا نخرج سوا. ما تقلقش يا استاذ احمد، انا خلاص نسيت الموضوع ده. انا ما كانش قصدي اضايقك، ويا ريت تفهميني صح. انا فاهمك صح، بس من فضلك لو سمحت بلاش موضوع الخروج ده، عن اذنك عشان عندي حصه. ازاي ده؟ مش معقول. لا معقول، وحصل كمان وبكل بجاحه. وافق بابا على ان هو اللي بعت المبلغ. انتوا عارفين الموافقه دي معناها ايه؟ ايوه، معناها ان منصور بيضا طلع راجل نصاب. بالظبط كده، ده لو راجل شريف كان انكر صلته بالحواله دي خالص. الفلوس اللي دفعها بابا للراجل دي هتطير في الهوا، محدش هيحصلها. المبلغ ده لو راح من بابا محدش عارف هيحصل له ايه. ما تقولش كده يا حسام، بعد الشر عليه. هو لوحده اللي هيحصل له؟ طب وهنعمل ايه؟ نبلغ البوليس. لا نبلغ البوليس ده ايه؟ احنا ما نقدرش نبلغ البوليس لان بابا مش هيصدقنا. وما نقدرش نقول لبابا ان احنا اللي بعتنا الفلوس عشان هيزعل مننا. لا يزعل، هيعمل ايه يعني؟ هيزعلنا شويه بس هيكون فتح عينيه على حقيقه الراجل المحتال ده. بالظبط صح كده، وساعتها بابا هو اللي هيبلغ البوليس. طمان منين ان البوليس هيلحقه؟ مش جايز اول ما يعرف ان بابا كشفه ياخد بعضه ويهرب ومحدش يعرف الطريق جره. والحل؟ الحل مفيش غير خالي زغلول. يستاهل بقى، بدل ما يجي يشاركني يروح يشارك راجل غريب اهو طلع نصاب. بس انت ما خلصكش يا خالي انه يضحك عليه. لا يخلصني،
مش فاكر ايام حكايه علي كرشو؟ ها مش كان عايز ينطرني من العمليه ويلهفها لوحده؟ كلنا اتبهدلنا في حكايه علي كرشو، يعني الرؤوس متساويه. المهم دلوقتي نشوف المصيبه اللي بابا هيقع فيها. هو حر يتصرف طالما انه فكر من دماغه يخلص الموضوع من دماغه برضه. اسمع يا زغلول، ولاد اختك عندهم حق. ده مهما كان يا زغلول نسيبك لازم تقف جنبه يا خالي وتساعده. ما هو لو فلس وراحت فلوسه هتيجي على دماغك انت برضه. على دماغي انا؟ يعني هتعمل ايه لو لما ولاده جم قعدوا هنا؟ ايه؟ انا ما عنديش مانع الم هدوم واجي اقعد هنا من بكره. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ طريقه خالي، طريقه نرجع بيها ال 100,000 جنيه قبل منصور ما يهرب بيهم. طريقه نرجع بيها الفلوس؟ بس ازاي يا اخوانا؟ ازاي عايزيني قبل في راجل نصاب زي ده شغلته النصب والاحتيال؟ جرى يا زغلول؟ ده انت طول عمرك بتقول على نفسك ان انت ابو الافكار. فكر يا زغلول. ايوه خلي فكر ووزن ولين هتعمل ايه. هتشوفه، بس لازم تعرفوا اني هبقى اول شخص في التاريخ والجغرافيا قدر ينصب على نصاب. ايوه بس فصل لنا هتعمل ايه. سيبوه، انا عارف خلي كويس، طالما مش عايز يقول يبقى مش هتكلم غير لما ينفذ الفكره اللي في دماغه. تهاني هاتيلي ورقة وقلم علشان أرسم لمحسن وإخواته شكل المعدات اللي أنا عايزها. بكرة هتعرفوا إيه اللي ممكن يطلع من دماغ زغلول. إزيك يا بشاير؟ إزيك يا ست؟ الست كانت بتسأل عليك. ليه في إيه؟ معرفش. يا لميا يا حبيبتي أهلا بيكي. أخبار الدراسة إيه؟ الحمد لله. أنا كنت عايز أقولي خبر مهم جدا جدا. خير يا بابا؟ استعدي تسمعي اعظم واحلى خبر ممكن تسمعيه في الدنيا. لا 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 انا اللي هقول لها. لحظه 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 بس انا اللي هقول لها. بس هقول الحاجات دي مالكش دعوه انت بيها. لا لا طيب. ايوه انا عرفت هنا. نعم انت بتجسسي ولا ايه؟ هتقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ امشي من هنا امشي. حاضر. انا يا بنت الحشريه بجد. في ايه يا ماما قلقتونا؟ مفيش حاجه يا حبيبتي. تعالي تعالي هقول لك حاجه. والله وجات لك على الطبطاب يا لميا يا بنت ادريه. بتقولي ايه يا ماما؟ عايزاه اتجوز منصور فاضل ده؟ ده مستحيل. الله وانت شويه. مش انا اللي شويه يا ماما، هو هو. يعني ايه مش عاجبك؟ يعني يرضي حضرتك تجوزيني الواحد ما تعرفيش عنه حاجه؟ ما اعرفش عنه حاجه. هو في حاجه ما نعرفهاش عنه؟ طب زي ايه؟ تعرفوا ايه بقى قولولي. راجل غني وهيهنيكي وستتك ويعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. وايه كمان؟ ما تنسيش كمان انه شريك ابوكي. شريك ابويا من امتى؟ اسبوع اتنين وحضرتك بتعتبريه مش غريب. لميا يا حبيبتي يكون حد لعب عقلك كده ولا كده؟ يا ماما ما تخافيش، لو في حاجه من دي كنت انت اول واحده هتعرفي. ولعلمك بقى انا لو حبيت اتجوز مش هيكون منصور فاضل ده، لو كان اخر راجل في العالم. لا تبقي اتجننتي 100%. قولي لي فيه غلطه واحده، ايه العيب اللي فيه؟ خايفه اقول لك يا ماما. خايفه؟ خايفه من ايه؟ خايفه اقول لك اللي اعرفه. ايه اللي تعرفيه؟ ما انا خايفه اقول لك تروحي تقولي له. اقول لمين يا ماما؟ تقولي لبابا طبعا. معقوله؟ في ايه يا ماما؟ تعالي قولي لي. طب توعديني ان انت ما تروحيش تقولي له؟ اوعدك يا روح. تعالي انت خوفتيني قوي. في ايه؟ يا ماما الراجل وعدني انه هيقدم شبكة الماس وهيدفع مهر 50,000 جنيه. بجد يا منى؟ وقال لي كمان ايه؟ انه هيتجوز من هنا ياخدها ويقضوا شهر العسل في اوروبا. الله الله الله. واحنا نروح معاهم؟ يا ماما بقول لك شهر عسل اسمه شهر عسل، نروح معاهم نهبب ايه؟ الله، عشان البنت مش يحس انه وحديه. الله، وانت لما اتجوزت بابا الله يرحمه كنت حاسه انك لوحدك؟ ابدا. امال ايه بقى؟ عشان انا كنت عايشه مع امه واعمامه كله كان عايش معاها. 11 ولد وبنت، ازاي كنت انا احس ان انا وحديه؟ قولي لي بقى كاتب الكتاب امتى؟ هنعمله فرح فين؟ ايوه ارجوكم ما حدش يجيب سيره للبنت الا ما تخلص الجامعه بتاعتها. ايه ده؟ هي قالت كده؟ دي لازم بنت مجنون، عاوز يضيع عريس زي دي من ايديها؟ كل شيء اسمه ونصيب يا نينا. ارجوك يا منعم كلها يومين وان شاء الله كل شيء ينتهي على خير.
ايوه انت ما فهمتهاش ان جوازها من منصور بيه ده هيخليه في جيبي. ايفت خليه يهتم بابوها شغل ابوها اكتر ما يهتم بشغل حد غريب. فهمتها فهمتها حرام عليكوا بقى كفايه. جرى لك ايه يا دري؟ لا 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 معلش 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 انا هتكلم معاها. ما حدش يكلم البنت دلوقتي في اي حاجه خالص. هو مين عن ابقى حد دي ابوها؟ ايوه هو افهم مصلحك ليا اكتر منك انت. عارفه عارفه يا نينا عشان خاطر يا مينا كلها يومين وكل حاجه هتنتهي على خير. ايوه بس انا قلقان. كنت عايز اعجب الجوازه دي مش عايز افتكر ان احنا بنلف وندور ونراوغ فيعني بنرفضه بطريق مباشر. اه ايه وساعتها هألف من يقلقوا مننا ونخسر الجلد والسقط. مش هنخسر لا جلد ولا سقط. منى هي كلها يومين والخطه هتتنفذ. خطه؟ خطه ايه؟ انا عندي حته خطه هتخلي لميا توافق على الجواز على طول. هتوافق. انا متاكد انها مش هتقول لا. هالسلام ايه اللي خليك متاكد قوي كده؟ اظن هتقول لي انها وقعت في دباديبك وحبتك من اول نظره. مش مهم انها تحبني، المهم ان ابوها هو اللي واقع فيا. اسمع منصور، احنا كان اتفقنا من الاول خالص يا صاحبي ان احنا نلم قرشين من هنا ونهجر قرشين من هنا ونعقم العتمه ونزوغ. لا كان في حسابنا لا جواز ولا طلاق. بالشكل ده الوضع بقى خطر جدا يا صاحبي. بالعكس، جوازي من لمياء هيحمينا جدا لو ابوها اكتشف الحقيقه. طب ازاي؟ فهمني. تفتكر انه هيرضى يبلغ عن جوز بنته في النيابه ويعمل فضيحه؟ ترقص يا بطل. بلاش مزاج. ما تقلقش المزاج زمانه جاي. بجد؟ بس المهم طمني، معاك فلوس؟ للاسف شطبت. طب وبعدين؟ وانا كمان شطبت. شكري شكري. ها اقول لك ايه؟ ايه؟ معاك فلوس؟ فلوس؟ انت بتضحك ليه؟ انا يا ابني انضف من الصيني بعد غسيله. ها والله؟ ايوه لا لا. وبعدين؟ المعلم مجهولي هيبعت لنا المندوب بتاعه الليله. طب وايه اللي اخره كده؟ مش المهم ايه اللي اخره، المهم هنجيب له منين؟ مش عارف. شكري اتصرف، انا تعبان. طب اسمع بقول لك ايه؟ ما تيجي نشتغل مع المعلم مجهولي. اشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ انت غريب قوي، اشتغل ايه يعني ايه؟ مندوبي مبيعات وكله بثمنه. طب انا عليك اتجننت، انا مش ممكن اشتغل في الهباب ده. اتجننت ليه بس يا بني ادم انت؟ افهم افهم، ما دام مفلسين ومش هنقدر نصرف على المزاج يبقى نشتغل فيه ونجيب مزاجنا ودماغنا. انا ملاش دعوه بالحاجات دي. اسمع بس ما تتسرعش، فكر وبعدين بقول لي رايك. انا ماشي هنسبك. محسن استنى بس، رايح فين انت يا جدع؟ سبب قوي عشان اطلب منك الطلب ده. ممكن اعرفه؟ انت؟ انا؟ ايوه معرفش، الصبح وانت داخل المدرسه حسيت انك زعلانه او متضايقه او مشغوله لدرجه انك ما خدتيش بالك وانا مصبح عليك. معلش انا اسفه، كنت قلقانه شويه.
عشان كده بفضل انك حتى تروحي دلوقتي عشان تستريحي في البيت. مش متهيألي اني روحت هستريح. ايه؟ برضه مشاكل عقلية؟ يا ريتها مشكلة عقلية. أنا سلام يا سبق وقلت لك إن مفيش مشكلة في الدنيا دي كلها ملهاش حل. ومطلوب مني أعمل إيه؟ تشوفي حد تحكي له مشاكلك، تفضفضي عن نفسك. كل إنسان عنده مشاكل، فيها اللي مكفيه. طب إيه رأيك بقى إن في واحد غاوي يسمع مشاكل الناس؟ معقول؟ وفين ده؟ أنا. احكي لي يا لميا، يمكن اقدر احل معاكي مشاكلك. ما افتكرش هو واحد بس اللي قدر يحل المشكله، وعدنا ان هو يساعدنا، ويا ريت يا ريت يوفوا بوعده باسرع وقت. محسن محسن اصحى يا بني ادم، احنا بقينا الظهر. ايه عايز ايه؟ عايزك تروح لخالك تشوفه عمل ايه. لا انا مش قادر، انا تعبان قوي. انت كنت سهران فين امبارح يا اخي؟ هو تحقيق مالكش دعوه. محسن انا خايف عليك، انا حاسس انك بتمر بازمه مش طبيعيه. اتكلمت تاني؟ ربنا يجيب العقاب سليمه ويطلع ظني مش في محله. صباح الخير يا منصور بيه. ايه ده، انت مين وازاي دخلت هنا من غير اذن؟ ما هو ازاي دخلت دي؟ لان ما لقيتش حد بره يمنعني، انما انا مين فدي هتعرفها حالا دلوقتي. شيء غريب فعلا. فكري يا فكري. يا منصور بيه، ما انا قلت لسعادتك ان مفيش حد بره. اتفضل بره. طب نتفاهم الاول. بقول لك ايه، اتفضل تطلع بره. هو في بينك وبيني سابق المعرفه؟ ما هو هيبقى في سابقا لا، انما لاحقا اه. طب اتفضل اتكلم. اتكلم بسرعه والا هطلب لك البوليس. لا ما تقدرش. نعم ما اقدرش. اه تليفون اهو. تحب اطلب لسعادتك البوليس بنفسي؟ انت مين انت؟ انا واحد عارف عنك كل حاجه. عارف عني كل حاجه؟ زي ايه يعني؟ ما هو زي ايه دي بقى هنقولها للبوليس لما يجي. انت عايز مني ايه بالظبط يا جدع انت؟ اهو كده بقى نقدر نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ على دي. ايه دي؟ بص فيها كويس. يا يا ورقة ب 20 جنيه. تشتريها؟ نعم. بتقول ايه؟ زي ما سمعت. تشتري الورقة ب 20 جنيه دي بكام؟ انت مجنون. لا انا بيزنس مان، انا راجل عارف انا بعمل ايه بالظبط، وعارف كويس ان انت راجل كبير وتحب تلعب في المضمون، عشان كده جبتك. عشان اشتري منك الورقه ب 20 جنيه؟ دي مجرد عينه، انما انا عندي منها الوفات. الوفات؟ اه زيها بالظبط. ما تفرقش عن شغل الحكومة. قصدك تقول انها قطاع خاص؟ صنعت ايديا وحيات عينيا. مش ممكن، مش مستحيل تكون دي مزورة. خلاص بين البيع والشراء تحرك. استنى استنى كده انت، استنى تعالى استنى بس وريني بس. استنى انت رايح فين؟ أنا هثبت لك إنها سليمة 100%. فكري يا فكري. فكري مش ممكن تكون مزورة. زينس مستحيل مزورة على ده. مفيش حد في الدنيا قدر يوصل للمستوى ده، مستحيل. ما حدش يقدر يوصل للمستوى ده. بوليس 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 بوليس. تحتي تحتي بتاعي. لا تحتي تحتي. استنى بس فكري. نعم. انزل تحت للبنك اللي تحتينا ده وفك لي ال 20 جنيه دول بسرعه. وبنك ايه يا سعاده البيت؟ انا معايا فكه حضرتك. لا لا عايزك تصرفها لي من البنك شخصيا. ما هو قال لحضرتك هو معاه فكه. معلش معلش انت حاضر. بسرعه فكري. لا والله حاضر معاك فكه. حاضر يا فكري يا فكري. دلوقتي هتشوف ان البنك هيصرفها وهتعرف انها سليمه 100%.
الميه تكذب الغطاس. انا بس قلقان يا مرات خالي. ما تقلقش يا دكتور، ده خالك ابتدى من النهارده في تنفيذ الخطه. ده يروح قلبي طول الليل سهران يخطط ويدبر ويرسم، ولا اجدعها جنرال دخل الحرب. بس انا خايف منصور يكشفه والفلوس تضيع علينا، اصل اللي زي منصور ده مش سهل. واللي زي خالك برضه مش سهل، ما تستهونش بيه. غرش بس هو اللي خايب. تفضل. ادي البنك فكاه. تقدر تقول لي ده معناه ايه؟ معناه ان الصراف بتاع البنك اتخم في 20 جنيه. نعم. ايوه. بص. وهيتخم في دي كمان لو بعتها برضه تفكها منه. انت هتجنني. لا 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 تشغل عليك، انا عايزك بعقلك، انا عايزك تصدق حاجه واحده بس. بصدق ايه والكلام فارغ؟ بلاش كلام فارغ الا صدق. صدق ايه؟ صدقني صدقني، مفيش مخلوق في الدنيا كلها يقدر يعمل الصنعه المتقنه دي غير العبد لله. مساء الخير. مساء النور. اظن بقى النهارده اقدر ادخل من غير ما تقولي استني دور. اه طبعا تقدر تدخلي، بس مش هتلاقي حد. ليه؟ هو بابي راح فين؟ الدكتور اصله خلص العياده وروح. يا خبر ابيض، دي المواصلات زحمه، وقلت اعدي عليه خليه يوصلني معاه. ليه؟ هو انت مش عندك عربيه؟ عندي، بس لسه ما طلعتش رخصه. خلاص مفيش مشكله، اوصلك انا. انت عندك عربيه؟ لا، هي مش عربيه قوي يعني، هي حاجه كده بعجلتين يعني، بسكليت بعجل. انت عايز يركب وراك على البسكليت؟ طب وفيها ايه؟ مش احسن من زحمه المواصلات؟ على رايك. لسه برضه منصور جه، مش مصدق ان الورقه ب 20 جنيه مدوره. اظن بعد البنك ما فك الورقه دي كمان، مفيش داعي للسؤال ده. اتفضل بره. اتفضل بره. بره. حاضر. بس بره 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 بره. ايوه بس مش تسمع حكايتي الاول. حكايتك دي تبقى تحكيها للبوليس بره. بره بره. ايوه بس انا كنت عايزك تسمعني. انت عايز مني ايه بالظبط؟ ايوه انا راجل عبقري، يرضيك راجل عبقري زي يضيع. اسمع، قدامك 4 دقايق، بعد كده يا اما هرميك من الشباك يا اما هندهلك البوليس. لا البوليس مفيش داعي، ايه اللي هيخلينا ندخل الاغراض بينا؟ طيب اتفضل اتكلم. حاضر. انا كنت قسطه كبير قوي، قسطه زنجوغراف في دار سك العمله. دار سك العمله؟ ايوه، لا مؤاخذه يعني اللي بتطبع الفلوس. ها وبعدين؟ شفت اهو الكلام بدا يشدك اهو. كمل. في يوم كلفونا نعمل اكل شيء الورقه ب 20 جنيه جديده، لا مؤاخذه اللي هي زي دي. وعملت لك اكلاشيهات؟ عملت 5 اكلاشيهات، هم كانوا طالبين 4 اكلاشيهات، انا عملت 4 وقدرت ازوغ الثاني. وبعدين؟ مفيش، سلمتهم الـ4 اللي هم عايزينهم وكتيت انا بالـ5. لا لا لا، بلاش كلام فارغ يا راجل، ده كلام فارغ اللي بيقوله ده. ما هو العجينة قدامك اهي. ما في الاكلاشيه ده. فين؟ هناك في المكنه اللي بتطبع الفلوس. ممكن اشوف المكنه دي؟ ابي امتى؟ امتى؟ ممكن يبقى النهارده بالليل. الساعة كام اجي لك عشان اشوفها؟ بالليل. بالليل؟ اه. وهنبقى شرك؟ طبعا هنبقى شركاء. علاوتك علاوتك يا مهندس. ده طبعا يعني لو سمحت. علاوتك يا مهندس. هنبقى شركاء. اه طبعا. هنكسب فلوس جامده قوي قوي قوي. طب انا بقى نفسي اسالك سؤال. قوي قوي. ايه اللي خلاك تختارني انا عشان تعرض عليا مشروعك ده؟ اه صح. ايه؟ بص ده سؤال. بس له جواب. انا اخترتك انت بالذات علشان عارف عنك كل حاجه. زي ايه مثلا يعني؟ اهم حاجه عارف انك بتحب المكسب، ومش مهم المكسب ده يجي منين،
حرام ماشي حلال ماشي، المهم تكسب وبس. لو عارف عنك حاجه ثانيه مهمه. لا 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 لحد هنا كفايه بقى. طيب استاذن انا بقى واشوفك بالليل. اوكي انا في انتظارك. ان شاء الله يا مهندس، ان شاء الله حبيبي. حلوه قوي الجرافات دي. اتفضل. حلوه قوي. بس يا بس يا حديدك تبقى تشيلها يا سيدي. الماركه يلا من عندي الماركه بتسوق ماشي. السلام عليكم. مع السلامه. كتر خيرك. مع السلامه. كتر خيرك. بدايه ان شاء الله. مين الجرح ده يا منصور؟ ده الكنز اللي اتفتح لنا، ده الملايين اللي هتنزل على دماغنا زي المطرة. استنى 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 هنا شوية. ايه في حاجة؟ ايه؟ تصور انها جميلة جدا. ايه دي؟ الحتة هنا. طب وايه الغريب في كده؟ الغريب ان انا بعدي كل يوم من هنا مرتين ثلاثة، وعمري ما حسيت انها جميلة كده غير النهاردة. معقولة بتمر مرتين ثلاثة كل يوم من هنا، من المكان الجميل ده؟ ايوه بس ببقى جوه العربية، العربية ماشية بسرعة. دي أول مرة أشوف المكان ده واحدة واحدة. صدقيني، الحياة ممكن تبقى أجمل كتير لو خدناها واحدة واحدة. أنا مش فاهم الناس متصربعة على إيه؟ مستعجلة على إيه؟ مش عارف. وأنت مش زيهم؟ لا، أنا مش بقول إن إحنا نسيب أشغالنا ونقعد نتأمل في جمال الطبيعة، ده يبقى جنان. الواحد المفروض ينعش عواطفه ومشاعره بين وقت والتاني، يبطل يفكر في ماديات الحياة شوية، ويعيش في الجمال اللي خلقه ربنا. أنت باين عليك شاعر. هما الشعراء بس هما اللي بيحسوا بجمال الدنيا؟ تعرف انك شخص غريب جدا. وليه ما تقوليش ان انا شخص عادي جدا واللي بتشوفيهم هما اللي مش عاديين؟ يا سلام، يعني انت مختلف عن الناس دي كلها؟ انا ماليش دعوه بالناس، انا احب اعيش حياتي كده زي ما انا فاهمها. طب ما تقولي انت فاهمها ازاي؟ لا ده حكايه بقى عايزه كلام كتير وعايزه قعده. ما نقعد، احنا ورانا ايه؟ بكره على البسكليت. على البسكليت يا بنتي عادي، فكري بمخك شويه. ده مليونير، عارفه يعني مليونير؟ حد يخلي مليونير يفلت من ايديه؟ يا بنتي عقلي عقلها انت، عارف عدي ولا كلمتين يمكن يخشوا دماغها. شوف يا لميا، لاول مره ابوك عبد المنعم يتكلم كلام صح. انت بتقول يا جدي؟ اه شفتي بقى، اسمعي كلام جدك وعقليه عشان تعرفي الصح من الغلط. اتفضل اتفضل يا فاطمه. مش تستنى لما تعرف انا هقول ايه الصح في ايه؟ اتفضل قول لها، قول لها يا رفعت بيه، قول لها. اتفضل. الصح فان انت لقيت صفقه رابحه، بيعه مستويه مكسبها مضمون. بيعه؟ بيعت ايه يا رفعت بيه؟ احنا بنتكلم عن بيعه بنتك دي اللي عاوز تبيعها زي نعجه ولا خروف ولا جاموسه، لمجرد ان الراجل اللي عاوز يتجوزها عنده فلوس. شفت يا بابا، ادي راي جدي الصح اللي حياتك عايزني اسمعه. اسكتي، استنى ما نفهم الكلام ده. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا رفعت بيه؟ شوف اما اقول لك بقى، شو انا اسمع اما اقول لك. اسمع انت، البنت لازم تتجوز الانسان اللي توافق عليه، غير كده مش هيحصل ابدا. كده اهو ده اخر كلام عندك. لا ايوه. طيب وانا كمان هقول لك اخر كلام عندي، الكلام اللي بيقولوه في السيما وفي التلفزيون، دي بنتي وانا حر فيها. عظيم عظيم جدا اللي انت قلت كده، بنتك وانت حر فيها. ايوه انا كمان بنتي حر فيها. يعني ايه بقى؟ يعني هاخدها ونسيب لك البنت ده. ادريه يا ادريه تعالي. استنى بس يا جدي، انا عندي فكره. نعم عاوزه تقول ايه؟ قولي له اي حاجه، العسل عايز ياخد امك ويسيب البيت وهي كمان تسيب البيت. ما حدش هيسيب البيت. يعني ايه؟ يعني هتتجوز الراجل اسمه منصور الغلز ده؟ أيوة. لا يا جدي لا 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 ليه؟ يعني ايه يعني؟ ايه ده بس يا بابا هفهمك. ممكن حضرتك تسيبني يومين ثلاثة؟ أسيبك يومين ثلاثة؟ أسيبك يومين ثلاثة؟ ما أنا سايبك أهو، ما أنا ماسكك وأسيبك يومين ثلاثة ليه؟ فهميني بقى ليه؟ حضرتك هتعرف في الوقت المناسب.
صفقة مش كده؟ الصراحة أنا مش مصدق منصور. جلابي هشوف بعينيا. هتشوف إيه؟ المطبعة. مغارة علي بابا اللي هنلم منها الملايين. منصور الصراحة أنا قلقان قوي. قلبي بيقول لي إن الحكاية دي فيها شيء مش طبيعي. ليه؟ معقول واحد يجي لك من الباب للطاقة كده ويفتح حكاية زي دي؟ ما هو ده اللي كمي وغوشني. لكن لما كلمته أقنعني. على كل حال كل شيء هيبان الليله دي الساعة 10 بالليل. هتروح له؟ لا لا لا. هو اللي هيفوت عليا وهنروح سوا. لو كان كلامه مظبوط هنعمل خطة العمر. وبعدها نبطل نهائي. خبص رجلك يا رؤوف اتصرف. انا تعبان. تعبان قوي. يا سيدي كلنا تعبانين. المهم فكرت في اللي قلت لك عليه؟ انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. ما اقدرش. ليه بقى؟ انت احسن مننا في ايه؟ انا ما اعرف حاجه زي كده ممكن يروح فيها. خلاص بلاش. ما حدش كان ضربك على ايدك. دي بقى اي حاجه. انا تعبان. انا حاسس ان دماغي هتتفرتك. انا حاسس اني هتجنن. لا 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 خلاص. اليغمة بتاعت زمان دي خلاص راحت لحالها. طيب انا موافق بس اديني الاول. لا الاول تسلم الشريط ده لزبون في النادي ولما ترجع ان شاء الله هنبقى نتفاهم مع بعض. يلا. انا ليه عملت في روحي كده؟ ليه ضعفت للدرجة دي؟ أنا مش لازم أستسلم لحد مضيع. لا لازم أتصرف. لازم. إيه محسن في إيه مالك؟ حسام أنا محتاج. أنت رح عايز الجمهور تنقذني. إيه مالك؟ في حاسس بإيه؟ أنا تعبان حسام. انا عايز افوق. لازم اتعالج. وديني على المستشفى. محسن. محسن. محسن مالك؟ جاله ايه؟ محسن ابني جاله ايه يا حبيبي؟ اتكلم. لا لا تعب شويه ونقلته المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ايه يا بابا؟ جاله ايه؟ ما تقلقيش يا ماما محسن بخير. يا سلام لو هو بخير امال نقلته المستشفى ليه؟ منعم لازم اروح اطمن على ابني حبيبي. لا ما 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 فيش لزوم يا ماما. هو دلوقتي واخد حقنه مهدئه ونايم. بكره بقى ان شاء الله من الصبح نروح نطمن عليه. الواد جراله ايه؟ مش طبيعي ابدا كده. انا مقززه قمزة السمكه وسرحان طول الوقت ونايم. انا مش هستنى فيها واحده لازم اطمن على ابني. يا محسن يا حليم مخبيين مخبيين عني. عايزك في حاجة مهمة. محسن مالك؟ لا 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 مالوش يا بابا. محسن بخير كلها يومين تلاتة ويرجع زي الأول وأحسن. مصر تكذب عليا يا دكتور. محسن ماله؟ صدقني يا بابا محسن بخير. هو بس عنده شوية إرهاق من المذاكرة. ولا قولي الصراحة ولا تقفش الدور. محسن ماله؟ الحقيقة يا بابا محسن كان بيتعاطى مخدرات. مخدرات؟ تعالى خش خش. احنا فين؟ ما تخافش انا دلوقتي هدور لك الجوجل اهو. ايه ده؟ اوعى تقرب. اوعى تقرب منها. استنى لما انا هشغلها وبعدين تشوف ايه اللي هيحصل. ماشي؟ ماشي ماشي. كده يا فاضي؟ اه. في حاجة؟ لا مفيهاش حاجة. دي ايه؟ ورق. ورقة بحجم الورقة 120 جنيه بالظبط. مظبوط؟ مظبوط. ايديا يا فاضي. ايه ايه؟ ايديا بيضا. الورقة بيضا. موسى نبي عيسى نبي وكل من النبي يصلي عليك. عليه الصلاة والسلام. هنحط الورقة البيضا من هنا وهنعد. واحد اثنين ثلاثة.
ايه؟ واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. عبا مش ممكن. الله الله الله. الحمد لله انت احسن كتير قوي النهاردة، بس اوعى بطل ترجع الحكاية دي تاني. ها سلام عليكم. أعيدك أبو، أعيدك أبو.